ألف أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا عم. على فكرة يا بابا، خالد من أفضل الناس اللي أنا تعرفت ليهم. شوف يا خالد يا أبو، أنت زدت احترام في نظري لما كلمتني بكل وضوح وصراحة عن والدك ووالدتك. ده معناه إنك راجل محترم، وأنا كل اللي يهمني إن أجوز بنتي الراجل. أنا متشكر جدا يا عم. على فكرة أنا برضو بنيت نفسي بنفسي كده، وده يا ابني شرف الواحد لازم يفتخر بيه. طبعا يا عم طبعا. على فكرة أنا بنيت عمارة وعملت فيها شقة لابني وشقة لبنتي، وإن شاء الله لما يحصل نصيب شقتكم هي هديتي لجوازكم. ده هيبقى مؤقتا يا عمي، لغاية إن شاء الله لما ربنا يكرمني وأقدر أجيب شقة. أنا قلت راجل بصحيح. أهلا وسهلا بيك يا ابني. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش بقى يا ماما، أصل الوظيفة بتحكم، لازم يقول يا فندم ويا باشا ويا بيه. اقعد يا ضحى. شوف يا خالد يا ابني، بصراحة كده أنا موافق. وأنا كمان موافقة. إيه رأيك يا ضحى يا بنتي؟ يبقى على بركة الله نقرأ الفاتحة.